بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله خالق خلقه من عدم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير الأمم، خير العرب والعجم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، صلاة تفتح بها أبواب الخير والتيسير، يغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. أرحب بكل الطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم مجددا وسريعا مع حصص البث المباشر بوزارة التربية والتعليم. اليوم شباب طبعا هنكمل مسيرة البلاغة، وعندنا طبعا في البلاغة درس جديد جدا، تم دراسة اللون البياني في الصف الأول الثانوي الترم الأول. تم دراسة التشبيه بأنواعه، ثم الاستعارة بأي نوعيها، الاستعارة المبنية والاستعارة التصريحية، واليوم مع الركن الثالث وليس قبل الأخير وهو الكناية، وهذا هو من علم البيان. سريعا يا شباب كده قبل ما نبدأ في الكناية، أحب أفكركم كده ببعض الأمثلة. على سبيل المثال، لو قلت علي كالبحر في كرمه، هنا شباب ده لون بياني. نوع اللون البياني هنا إيه؟ أنا عايز كده أفكر الناس اللي معانا والناس اللي تم دراسة الترم الأول، إن شاء الله البلاغة مترتبة على بعض، لأن علم البلاغة يا شباب هو علم كبير بيحتمل أو يشتمل على علم البيان والمعاني ثم علم البديع. وحضرتك درست علم البيان في التشبيه والاستعارة. ننطلق إلى المثال: علي كالبحر في كرمه، والبحر يجلس بيننا، ثم بعد ذلك علي كثير رمادي القدر. أنا عندي ثلاث أمثلة شباب هنا، عايزين كده مع بعض نشوف الفرق بين الأمثلة الثلاثة. طبعا لو احنا قلنا علي كالبحر، هنا علي يا شباب أكيد طول ما فيه ك يبقى ده حضرتك على طول ده تشبيه. طب فين المشبه؟ شبهنا علي، شبهنا بمين؟ بالبحر. يبقى إذن هنا واضح جدا هو هنا تشبيه. المثال الثاني الشباب، انا بقول البحر يجلس بيننا، من الناحيه الطبيعيه كده جدا في هنا قرينه بتقول لك البحر يجلس. هل البحر بيجلس؟ تمام، يعني في حاجه بتجلس معانا؟ اكيد هو البحر بيجلس، لا هو بيقصد بحاجه معينه، مين اللي بيجلس معنا؟ تمام، فاذا هنا هي استعاره تصريحيه. اما علي كثير رمادي القدر، هنا طبيعي كده كده عندي علي موجود وانا قلت كثير رماد، فكلمه كثير رماد هنا توحي بايه؟ هل انا شبهت؟ هنا حذفت شيء؟ انا ما شبهتش حاجه هنا، انا بقول لك علي كثير رماد القدر، فهنا هو الكنايه. يبقى اذا الفرق واضح يا شباب بين الثلاثه امثله التي امامي. فالمثال الاول انا قلت علي كالبحر، ده تشبيه، انا شبهت علي بالبحر، فين؟ في الكرم، فعلي مشبه والبحر مشبه به، وأداة التشبيه الكاف، تمام؟ وطبعا وجه الشبه والصفة المشتركة بين الاثنين اللي هي الكرم، وده تشبيه صريح وتام. أما البحر يجلس بيننا، حضرتك ليه قلت استعارة تصريحية؟ فكرني كده، ما أنت عندك استعارة مكنية. إيه الاستعارة المكنية؟ استعارة مكنية طبيعي جدا غير الاستعارة التصريحية. التصريحية أنا بحذف المشبه، تمام، بحذف الكبير، فهنا مش موجود الكبير اللي هو عليه، فأنا قلت لك البحر يجلس بيننا، تمام. لكن المكنيه حضرتك انا بحذف مين؟ بحذف على طول اللي هو المشبه به. اذا الكنايه هي لغه من مصدر كنيت عن كذا بكذا، اي ان تتكلم بشيء وانت تريد غيره، تمام. اما اصطلاحا فهو لفظ يتجاوز معناه الحرفي الى معنى اخر يقصده المتكلم. يبقى اذا يا شباب هو لفظ يتجاوز معناه الحرفي إلى معنى آخر يقصده المتكلم. فكر معي في المثال الثاني: البحر يجلس بيننا. لاحظ أن القول هنا ليه معنيان يا شباب، في معنى أصلي ومعنى مجازي. إيه المعنى الأصلي بقى والمجازي؟ هتلاقي البحر المعنى الأصلي هو أن البحر أي المياه الزرقاء تجلس بيننا، ده المعنى الأصلي. لكن المعنى المجازي هو أن عليا يجلس بيننا. لكن لاحظ يا صديقي أننا استعرنا له لفظة البحر لاشتراكهما أو اشتراكهما في صفة مين؟ في صفة الكرم.
يبقى إذن هنا معنيان، المعنى الأول الأصلي وهو أن البحر، وذكر كده معاك ورقة وقلم واكتب معايا كل اللي بنقوله على أساس هندخل دلوقتي على الأسئلة، وأن البحر أي المياه الزرقاء تجلس بيننا، والمعنى المجازي هو أن عليا يجلس بيننا، ولكننا استعرنا له لفظة البحر لاشتراكهما في صفة الكرم. أيضا في المثال البحر يجلس بيننا، لو سألنا سؤال هل يمكن في هذا المثال أن يكون المعنى الأصلي هو المعنى المقصود عند المتكلم؟ عندما أقول لك هل ده معنى أصلي؟ البحر يجلس بيننا؟ طبيعي هتقول لي لا، صعب، لأن استحالة طبعا من البحر، هل يمكن يعني في بحر يقعد معنا؟ استحالة شباب، فهنا طبعا هنا بقول لا، لكن هل يمتنع هذا المعنى الأصلي عقليا؟ نعم، إذن يا شباب المعنى المقصود للمتكلم هل يكون معنى أصلي؟ لا، وده حضرتك هل يمتنع هذا المعنى الأصلي عقليا؟ طبعا ده نعم. أيضا في المثال الثالث علي كثير رمادي القدر، إيه بقى المثال ده يا شباب؟ لو سألنا كده وقلنا هل يمكن في هذا المثال أن يكون المعنى الأصلي مقصودا عند المتكلم؟ يعني الأصلي أولا يعني إيه كثير الرمادي شباب؟ يعني إيه معناه؟ وخلي بالي زي ما قلت كده في تعريف الكناية، يعني أنا بقول لك بيكون المعنى يعني متكلم مقصد المعنى الاستعاري فقط يعني، تمام؟ فده بالنسبة للاستعارة، لكن الكناية المعنى ده بيكون ممكن محتمل، وده الفرق بين الاتنين على فكرة، وهيجي دلوقتي الفرق بين الاستعارة والكناية. فهرجع تاني شباب، هنا بقول لك علي كثير رمادي القدر، هل المثال هنا بيكون المعنى الاصلي مقصود؟ ايه المشكله، ده مقصود ما فيهوش اي مشكله، تمام. طيب هل يمتنع هذا المعنى الاصلي عقليا؟ تمام، يمتنع؟ لا طبعا لا يمتنع اصلا، يعني ما فيش، صعب. فهنا في المثال ده عشان نفرق كده بين الاثنين، هل المثال ده بيكون المعنى الاصلي مقصود؟ انا بقصد ان علي كثير رماد، ماشي مش مشكله، علي كثير رماد، هل المعنى الاصلي دوت بمنعه؟ تمام؟ لا طبعا يا شباب، صعب جدا. يبقى اذا يا شباب في فرق بين الاستعاره والكنايه، وكده تم التفرقه بينهما، لذلك الفرق بين الكنايه والاستعاره، وده مهم جدا، ودي النتيجه اللي احنا لابد ان نفهمها فهما جيدا. الفرق بين الكنايه والاستعاره، الكنايه يا شباب لابد ان يكون المعنى اصليا، ممكن، محتمل، اقدر اتكلمه في قصد المتكلم، ما فيش مشكله. اما الاستعاره يا شباب لا يمكن ان يقصد المتكلم المعنى الاصلي. ده الفرق بين مهم جدا، واكتب معايا لان ده مهم جدا. يبقى الكنايه بيكون المعنى الاصلي ممكنا ومحتملا في قصد المتكلم. اما الاستعاره لا يمكن ان يقصد المتكلم المعنى الاصلي، لانه يكون مستحيلا ممتنعا، انما يقصد المعنى الاستعاري فقط. يبقى ده الفرق كده واضح يا شباب بين الكنايه والاستعاره من خلال الامثله السابقه. ننطلق الى انواع الكنايه. الكنايه يا شباب لها ثلاثه انواع. النوع الاول كنايه عن صفه، وهنا بنذكر فيها الموصوف، تمام؟ اما كنايه عن موصوف وبذكر فيه الصفه، تمام؟ اما كنايه عن نسبه ذكر فيها صفه منسوبه الى شيء متصل بالموصوف. و الكلام ده يا شباب هنتعرض عنه بالتفصيل الآن. إيه كناية صفة؟ وإيه كناية موصوف؟ وإيه كناية نسبة؟ ندخل يا شباب كده سريعًا، اقرأ معي الجمل التالية وحدد موضع الكناية فيها، ثم حدد نوع كل منها. عندي يا شباب لما أقول اجتمع عدد من الناطقين بالضاد في المؤتمر اللغوي الذي أقيم في فاس. هنا الشباب إيه المعنى؟ يعني أنا عايز أعرف هنا يعني موضع الكناية فيه. أنا طبعًا كده كده معانا شبابنا، معانا الطلاب بيبقوا موجودين معانا هنا دايمًا، فعايزين كده نشوف الناس الموجودة معانا. فين يا شباب كده، والناس تكتب عادي الإجابات معايا على الشات، تمام؟ المعنى هنا الشباب فين؟ موضع الكناية. أهو مصطفى جاء، بني سويف، هنا نيرة برضو،
موضع الشباب، انا عايز موضع الكنايه. انا في الانتظار. نيره، وعليكم السلام يا نيره، ولسه وصل تاني. تمام، نعم، احسنت يا نيره. نيره بتقول طبعا ناطقين بالضاد. ياسا كذلك بيقول لك كناية عن موصوف. ماشي، احنا عايزين نحدد الموضع الأول يا ياسا. عند مصطفى عاطف من بني سويف قال الضاد. ماشي، أحسنتوا يا شباب. تمام، طب مين هم بقى الناطقين بالضاد؟ تمام، الناطقين بالضاد يا شباب اللي هم العرب، اللي هم كناية عن العرب. بشكر طبعا كل الناس اللي اشتركت معانا، وننتقل إلى سؤال آخر. أيضا وقفت امرأة على قيس ابن عبادة فقالت: أشكو إليك قلة الفأر في بيتي، أشكو إليك قلة الفأر في بيتي. فهنا شباب، يلا، قلة الفأر في بيتي، عايزين نعرف يا شباب قلة الفأر. الشباب اللي معانا مصطفى، ماشي يا اياد، عليكم السلام، الضاد، شكرا يا ابراهيم، شكرا يا اياد. احنا دلوقتي دخلنا في المثال الثاني، الناطقين بالضاد كناية عن موصوف. ماشي، طيب المثال الثاني، المرأة التي وقفت قلة الفقر. احسنتم يا شباب، تمام، قلة الفقر، احسنت يا اسا، شكرا يا اسا، تمام، وبسملة، شكرا يا بسملة. وهنا طبعا يا شباب الموضوع واضح جدا، اللي هو اياد محمد، شكرا يا اياد، شكرا يا فارس، ونشكر طبعا المجموعه اللي هي طبعا دايما معانا مشاركه. عندي ايه كنايه عن الفقر، وطبعا هنا زي ما قال اياد. ننتقل الى سؤال اخر. عندي بيقول: سالم يكتب عهوده على الماء. طبعا يمكن انا جاوبت على طول، وهنا يكتب العهود على الماء. طبعا دي كنايه عن عدم الالتزام بالوفاء والعهود. طبيعي لما اقول لك يكتب العهود على الماء، يعني خلاص كتب على ميه، يعني انت طبيعي كده جدا لما تيجي تكتب على ميه مفيش حاجه هتظهر يعني. فدي كنايه عن عدم الالتزام بالعهود. مثال اخر يا شباب، وعندي بيقول: زينب لا يستقر لسانها في فمها. نشوف الشباب كده مع بعض، يمكن هنمسك كده زينب، لا يستقر، تمام، لا يستقر لسانها في فمها. ماشي، شكرا يا يمنى، شكرا يا روان، اجابات كويسه ما شاء الله يعني، ياسا شكرا. يلا كده يا شباب، انا عايز زينب، زينب لا يستقر لسانها في فمها. تمام يا شباب، الكنايه ناس. ماشي يا يمنى، لا تسكت طبعا، يعني دي ما بتسكتش خالص. فهنا كنايه عن ايه طيب؟ يعني هي بقول لك زينب على طول ما بتسكتش، لسانها لا يستقر. برافو عليك هو شباب، يمكن بسمله قالت لا يستقر لسانها في فمها، ويمنى قالت كثيره الكلام، وطبعا مرح قالت كنايه عن كثره الكلام، ويسر قال لا يستقر لسانه، وهي صفه عن كثره الكلام والوشايه. لا مش الوشايه يعني. تمام، ماشي يا شباب، هي طبعا هنا نرجع على طول سريعا كده، شكرا، اللي هو لا يستقر لسانها في فمها كناية عن الثرثرة وكثرة الكلام، كناية عن الثرثرة وكثرة الكلام. ننتقل برضو أيضا لجملة أخرى. عندي بيقول: اقرأ الجمل التالية وحدد موضع الكناية. الذكاء ملء عيني زينب، الذكاء ملء عيني زينب. هنا يا شباب فين الكناية؟ تمام، وأنا عايز أعرف هنا نوعها إيه. يلا يا شباب سريعا كده مع بعض. شكرا يا روان أسامة من القاهرة، قالت لا يستقر سامع في كناية عن كثرة الكلام، أحسنتي. ماشي يا أحمد، إحنا خلصنا يا أحمد، برافو عليك، بس هي ناطقين بالضاد. يلا يا شباب، أنا بقول عندي الذكاء ملء عيني زينب، كناية هنا قالت طبعا يمنى، يا ريت يا يمنى تكتب لنا معلش يعني المحافظة. تمام، كناية عن الذكاء، تمام، ماشي، شكرا يا بسملة. أحمد العرب، أحمد خلصنا أحمد العرب، تمام،
ملء عينيك ناعم عن صفة. ركز يا أسا شوية. تمام. يعني تشبيه، لا مفيش تشبيه يا إبراهيم. يمنى كناية عن صفة، كناية عن وضوح الذكاء. نعم تمام. طيب نرجع كده يا شباب. ماشي، شكرا يا مرح أشرف من القاهرة. تمام، ونيرة قالت كناية عن صفة. نشوف كده الإجابة يا شباب مع بعض سريعا. ملء عينيك كناية عن وضوح الذكاء، ونسبته إلى شيء يعود لزينب. طبعا يا شباب هنا نسبته لمين؟ لزينب. ندخل بعد كده لبعض الكنايات من كتاب الله العزيز من القرآن الكريم. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. صدق الله العظيم. طبعا هنا الشباب واضحة جدا اللي هي كناية عن مين؟ يعض الظالم على يديه. تمام؟ طبعا هو مش هيعض يعني هياكلهم، لا هو يعضه. تمام، ودي كناية عن الندم. كذلك وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. هنا كناية أيضا عن الندم والحيرة. لاحظ كده حضرتك، هنا يعض الظالم على يديه، وعندي يقلب كفيه. هنا حضرتك هتلاقي كناية عن الندم، وهنا كناية عن الندم. أيضا عندي يا شباب كنايات عن صفات استخدمتها طبعا العرب قديما. عندي طبعا لما الخنساء في وصف اخيها قالت طويل النجاد رفيع العماد. عندي طويل النجاد، ده طول عن القرن يا شباب، ورفيع العماد كنايه عن علو المنزله. تمام، وعندي ايضا هنا يا شباب خنساء طويل النجاد رفيع العماد، فهنا دي كنايه عن طول القامه وكنايه عن علو المنزله. وكذلك بعيده مهوى القرط طبعا كنايه عن طول الرقبه، ونقوم الضحى كناية عن الرفاهية والغنى. تمام يا شباب، يبقى إذا يا شباب كلها دي كنايات طبعا عن صفات طبعا تم استخدامها عند العرب قديما. وعندي أيضا فمساهم وبسطهم حرير، دي كناية عن العز، يعني المسا وطبعا والبسط بتاعهم ده حرير. تمام، وصبحهم وبسطهم تراب، يعني تراب حرير. لاحظ كده هنا كناية عن العز، والأخرى عن الذل. وعندي ايضا يا شباب العين بصيره واليد قصيره، برضو كنايه عن قله الحيله. وطارت الطيور بارزاقها، كنايه عن فوات الوقت. وضرب كفا بكف، هنا كنايه عن الحسره. تمام، والندم، يعني دايما حتى يقول لك ايه، يضرب الكف بالكف، والعين بصيره واليد قصيره، ده كنايه عن قله الحيله يعني. تمام، وعندي يا شباب بعد ذلك عندي بعض الأمثلة. هنقرأ الأمثلة اللي جاية طبعا، ونرى كل صفة مناسبة ليها في الكلام ده. عندي تموت الدجاجات وعينها على السبوس. طبعا أنا كده هترك ليكم الإجابات، هنتظر كده إجابات الناس. هتقول لي حضرتك نوع هنا الكناية كناية عن إيه. تمام، أرجع كده لطلابنا الشاطرين كويسين جدا، ونرى كده الإجابات الشباب. شكرا خالص مرح أشرف. تمام، والمجموعة اللي معانا نبدأ كده شباب مع بعض. يلا المثال الأولاني نرى كده الإجابة. من سيجيب سريعا؟ من شباب كده؟ احنا لغاية دلوقتي في انتظار الشباب. عندي إياد. تمام، اتفضل يا إياد، أنا معاك. أنا بقول عندي سؤال. انا لو قلت المعنى خلاص يعني الناس اتعرفت يعني. يلا يا مرح، الناس تبحث عنها سريعا يعني. ماشي ماشي، بس انا بقول كناية عن ايه يعني. لا لا يمنى، بقول لك تموت الدجاجة وعينها على السبوس. احنا عايزين اجابات سريعا، احنا لسه في المثال الاول. انا منتظر كده. خلي بالي انا يعني هقول لك الشباب، السبوس اللي هي بقايا الطعام الذي يلقى للدجاج، دي حلتها يعني. يعني المفروض يعني كنا الناس بدأت. تمام، بقايا الطعام الذي يلقى للدجاج. تمام، ده بقايا، ده السبوس يا شباب. فوضحت كده؟
يعني كده واضح، دي بقايا الطعام. تمام؟ كناية عن قلة الوعي والغباء. قشرة الأرز يا شباب، هو بيقول طبيعي جدا، بقول لك تموت الدجاجة وعينها على السوس، يعني الدجاجة بتموت، تموت نفسها. تمام؟ قول أنا الإجابة يا شباب، لأن كده يمكن محدش توصل ليها. مرح أشرف قالت كناية عن الفقر. طيب أرجع كده ونرى الإجابة. طبعا يا شباب، هو تموت الدجاجة وعينها على السوس، بقايا الطعام، فدي كناية عن الحرص يا شباب. هي حريصة جدا، هي ممكن تموت نفسها، تقتل نفسها، لكن عينها على مين؟ على بقايا الطعام. مثال تاني يا شباب، العين لا تعلو على الحاجب. العين لا تعلو، تمام؟ يلا يا شباب كده نشوف معانا. لا لا خلاص يا مرح، ما هو هي مرح الهدف كله، بقول لك تموت الدجاجة وعينها على السبوس، يعني ممكن تموت بس هي عايزة توصل للسبوس اللي هي بقايا الطعام، فده كناية على الحرص يعني. تمام؟ المثال الثاني يا شباب، لا تعلو على الحاجب. انطلق للإجابات. طبعا العين لا تعلو على الحاجب يا شباب، ده كناية عن التواضع. لا يعرف كوعه من بوعه. تمام؟ وطبعا لما اقول لك لا يعرف الكوع من البوع، ده يا شباب كناية عن الجهل. يا ريت يا شباب الناس تكتب الكلام ده سريعا، هعيدهم تاني على اساس ان انت تلحق حضرتك تكتب وتدون الكلام ده. تموت الدجاجة وعينها على السبوس، ده كناية عن الحرص. العين لا تعلو على الحاجب، كناية عن التواضع. لا يعرف كوعه من بوعه، ده كناية عن الجهل. ننتقل سريعا يا شباب لبعض الكنايات التي تكثر في استخدامك اليومي. طبعا عندي يا شباب صاحب الايادي البيضاء، ده كناية عن العطاء. طبعا لما اقول لك غني عن التعريف، يعني ده كناية عن الشهرة. كذلك لما اقول لك اخر العنقود، طبعا ده كناية عن الولد الى اخير، ودي دايما بنشوفها طبعا في الاستخدامات اليومية، ده اخر العنقود، ده اخونا، فده كناية عن ان هو الولد الاخير. ايضا كذلك يا شباب لما نقول هذه السيدة ناعمة الكفين، تمام؟ فهقول لك متى تكون كف المرأة ناعمتين؟ امتى بقى حضرتك؟ فده كناية عن ايه؟ لما اقول لك سيدة ناعمة الكفين، تمام؟ يعني ايه ناعمة الكفين؟ ايديها ناعمين جدا. طبعا السيدات طبعا في المنازل، طبعا من العمل في المنزل طبعا، ففي بعض الايادي طبعا ما بتبقاش فيها يعني فيها نعومه، فلذلك انا بقول لك هذه السيده ناعمه الكفين، فده كنايه عن ايه؟ كنايه عن الطرف ورفاهيه، يعني في طرف، في غناء، في رفاهيه. عندي بعد كده لما اقول ركب فلان جناحي نعامه، هو ركب يعني هي النعامه بتشتهر ايه اصلا؟ تمام؟ فده هنا يا شباب سريعا كناية عن السرعة، لأن النعامة تشتهر بسرعتها. لسه قايلين طبعا فمساهم وبسطهم حرير وصبحهم وبسطهم تراب. طبعا الناس تلاقي حضرتك المساء بتاعهم والبسط حرير، تمام؟ إمتى الناس بيفرشوا الحرير؟ تمام؟ ومتى يفترشون التراب؟ فهنا طبعا كناية عن العزة والسيادة والغنى، تمام، في المساء، وتبدل الحال الفقر والذل في الصباح. طبعا سئل إعرابي عن سبب اشتعال الشيب في رأسه، فأجاب هذا غبار وقائع الدهر. هل هو غبار أحداث الدهر فعلا أم يقصد معنى آخر؟ ركز كده معي، يعني هو بيقول لك سئل إعرابي ما سبب اشتعال الشيب في رأسه؟ ايه يا ابني اللي خلى راسك كده؟ مش اشتعال الشيب يا شباب، يعني راسه اشتعلت في النيران، يعني لا، الشيب في الراس. فاجاب هذا غبار وقائع الدهر. طبعا هنا يا شباب معناه ايه؟ معناه يا شباب ان هو احداث الزمن والدهر والتعب، وطبعا الانسان بيبحث ويتعب ويكد، لذلك يمكن هنا سبب اشتعال الراس يا شباب هنا كناية عن المعاناة والتعب من احداث الظهر. يا ريت حضرتك الكلام ده تكون دونته وكتبته، لان الكلام مهم. وننتقل بعد ذلك الى الجزء الثاني وهو التطبيقات الهامه. يا ريت الناس بقى تركز معانا، تمام؟ الله يكرمكم، ورقه وقلم ونبدا نشتغل كده مع بعض. طبعا تدريبات اختر الاجابه الصحيحه. طبعا بيض المطابخ لا تشكو اماؤهم طبق القدور ولا غسل المناديل،
هنا كناية عن ايه يا شباب؟ تمام؟ هل هي كناية عن موصوف؟ كناية عن صفة؟ كناية عن نسبة؟ ام استعارة؟ يا ريت حضرتك الناس تركز معانا. طبعا كناية عن صفة. احسنتم يا شباب، كل الناس اللي جاوبت كناية عن صفة، الغالبية كلكم طبعا جاوبتوا كناية عن صفة. ننتقل الى سؤال اخر. فلان واسع الصدر. يعني يقول لك ده واسع الصدر، هل هو واسع الصدر يعني صدر واسع قوي ولا ايه؟ هنا كناية عن، طيب سريعا كده، واسع الصدر الاجابة ايه؟ كناية عن ايه يا شباب؟ فلان واسع الصدر. واسع الصدر دي معناها ايه يعني؟ انت لو هتعرف المعنى خلاص. كناية، احنا عايزين نعرف هي صفة ولا موصوف ولا نسبة ولا مجاز يعني. ماشي، هي كناية عن ايه يعني؟ احنا عايزين كناية عن ايه؟ انت عرفت المعنى خلاص، انا عايز اعرف الكناية هنا معناها عن ايه. طبعا نيرة اول اجابة اهي وصلتني، نيرة محمد من القاهرة بشكرك. طبعا هي اجابة كناية عن صفر. ننتقل الى سؤال اخر سريعا. جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود، يسير يسير الجود يعني بيمشي حيث يسير. هنا كناية عن ايه يا شباب؟ على ما اعتقد وضحت كده. طيب ارى سريعا كده نرى الاجابة، هي كناية عن نسبة الجود الى طبعا صاحبه يعني. ننتقل الى سؤال اخر. لهفي على القدس انطوت اعلامه وكبت باشبال النضال خيوله. حضرتك ركز كويس جدا ونقرا كويس ونخلي بالنا. هو عايز لهفي على القدس انطوت اعلامه وكبت باشبال النضال خيوله. كناية عن ايه يا شباب؟ هو حضرتك انت لو عرفت هو بيتكلم حوالين ايه هتعرف على طول كناية عن ايه؟ كناية عن موصوف. بالمناسبة على فكرة عشان تفرق بين الاتنين، يعني الصفة يا شباب ده معنى. يعني ايه معنى؟ انا لما اقول لك مثلا يس تمام كثير الرماد، تمام، يس اسمه في لوحة الشرف، تمام، في مدرسة المستقبل الخاصة بأسيوط. أنا اسمه يس هنا بقول في لوحة الشرف، تمام، مدرسة المستقبل، مدرسة مش عارف إيه، أيا كان المدرسة، مدرسة السلام، كل المدارس دي، تمام. طيب أنا قلت هنا ده كناية عن صفة، ركز معايا، بقول لك الكلمتين دول واكتب، تمام. حاضر، هقول تاني أهو الشباب عشان في ناس طلبت مننا يعني التفرقة. أنا بقول دلوقتي فلان اسمه في لوحة التفوق، ده كناية عن إيه؟ يعني لما أقول لك أنا لقيت اسمك في لوحة التفوق، يبقى ده كناية عن إيه؟ معنى اللي هو إيه؟ التفوق. أنا لقيت اسمه في لوحة الشرف، تفوق، تمام؟ فهنا ده معنى. الموصوف دايما يا شباب بالمناسبة، تمام، دي الصفة خلاص، يعني أنا بقول لك ده معنى. يعني لما أقول لك أنا مثلا محمد صلاح يشار اليه بالبنان، يعني محمد صلاح الناس كلها تشوف ده تقول لك محمد صلاح، محمد صلاح. طب هو ليه؟ هقول لك ده كنايه عن الشهره، يبقى ده المعنى بتاعي. لكن الموصوف فزوره، الموصوف فزوره. تقول لي يعني ايه فزوره؟ انا لما اقول لك كده مثلا لغه الضاد، تعرف ايه هي لغه الضاد؟ انا اهو ايه هي؟ فاقول لك اللغه العربيه، ماشي، تمام. سفينه الصحراء ايه هي؟ اقول لك السفينه. ابنة اليم، من هي ابنة اليم؟ لازم تقول لي تعرف يعني ايه اليم؟ اقول لك البحر، تمام. مين هو بنت البحر؟ طبعا السفينه. ابو البحر، تمام، يعني ابوها ابو السفينه مين؟ البحر. فدي حضرتك بقول لك ايه يعني بناة الاهرام، مين هم بناة الاهرام؟ المصريين. فدي اسمها فزوره. فيا شباب يعني انا عشان افرق بين هذا وذاك لازم ابقى عارف يا شباب معنى الكلام اللي بقول عليه. يبقى الصفه ده معنى، تمام، الصفه ده ايه؟ معنى، يعني معنى ليك انت. لكن الموصوف ده يا شباب وانا مغمض عيني ده صفه، تمام. انا بقى كنايه النسبه، عشان في بعض الطلبه كاتبين دلوقتي عايزين كنايه النسبه. يا شباب كنايه النسبه من الاخر كده الكنايه اللي بتشير الى الموصوف والصفه بتاعته. انا ما بسيبهاش ليه مباشره، يعني مش هقول لك انت، لا، بشيء بيدل. لما اقول لك الجود يسير معه،
تمام؟ الفضل يسير معه، الفضل في ثيابه. انا ما نسبتهاش ليه، انا نسبتها الحاجه تمام مرتبطه بيه، تمام، حسن الخلق، فصحه اللسان، كل ده اللي بتكلم عليه. يبقى اذن عشان افرق بين الثلاثه، الصفه ده معنى، انا عايز ايه من المعنى ده، تمام. ممكن المعنى حضرتك اقول لك مثلا حسام كل يوم يركب سياره جديده، لكنها عن الغنى، تمام، ما شاء الله، ده صفه اسمها صفه الغنى، تمام. لكن لما انا اجي اقول لك حضرتك بنات الاهرام مين هم، اقول لك مثلا صاحب الحوت، مين صاحب الحوت؟ سيدنا يونس. ماشي، ده موصوف. لكن النسبه يا فندم انا بنسب حضرتك صفه متعلقه تمام بشيء ليك، لكن مش بنسبها ليك مباشره، تمام. على الله تكون كده وضحت الامور يا شباب، بين الفرد بين الصفه تمام والموصوف تمام، اللي هو طبعا في ناس بدات تبحث اهو، يعني عندي مرح اشرف بحثت وقالت لي كنايه عن الشهره وكنايه عن هي من الظاهره اللي عندي دي، في طلبه بدات تبحث. يعني اهم حاجه طبعا يا شباب نكون طبعا في انها منيره طبعا، قالت الكنايه عن النسبه. ارجع تاني للهفي على القدس او السؤال اللي بعده، انطوت اعلامه وكبت باشبال النضال خيول. طبعا في بعض الشباب قالوا الكنايه جاوبوها، طبعا هي الاجابه طبعا شباب كنايه عن صفه. ارجع بعد كده شباب لسؤال اخر، يقول يرفع الضيف عينا في منازلنا الا لضاحك منا ومبتسم، هي كنايه عن ايه؟ هل كنايه عن صفه، موصوف، مجاز، نسبه؟ ركز، الله يكرمك، ركز كويس جدا تمام على اساس تقدر تختار، وانا فرقت لك الثلاثه على ما اعتقد يعني، تمام. ارجع بقى للاجابه، طبعا الغالبيه العظمى جاوبت طبعا هي كنايه عن صفه. اللامثال التالي يا شباب، المؤمن ياكل في معي واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء. يعني شوف بقى حضرتك دي ايه بقى، يعني المؤمن تلاقيه بياكل في طبق واحد، لكن الكافر تلاقيه يحط لك 100 صنف قدامه. فدي كنايه هنا وضحت جدا يا شباب، كنايه عن ايه؟ يلا كده يا شباب، ما راح كنايه عن الكروم ولا الكرم، اصل الكروم ده هيبقى شجر العنب يعني يا مرح، لكن الكرم دي صفه يعني. فطبعا هي واضحه جدا يا شباب، كنايه عن القناعه والطمع والكلام ده، شكرا، هي كنايه طبعا عن صفه. نرجع بعد كده لسه قايل والله نفس المثل اهو، وبنات الاهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. يا شباب كنايه عن ايه؟ الله يكرمكم، انا مش هتكلم تاني، انا هسكت، انا لسه قايل. شوف حضرتك بيقول لك وبنات الاهرام، تمام، وبنات الاهرام، يعني وصلت، اهم حاجه توصل، اهم حاجه تبقى حضرتك عارف احنا بنتكلم فين. شكرا خالص. يبقى هي طبعا وبنات الاهرام دي ايه؟ دي صفه ولا موصوف دي ولا نسبه؟ هو بقول لك مين هم بنات الاهرام؟ فزوره يا ابني، فزوره، هتعرف على طول اللي هي كنايه عن مين، عن موصوف. خلي بالك، اسال كده حبايبي اللي معايا سر جمال الكنايه يا شباب، الناس اللي هي موجوده معايا على الشات كده، ماشي، ابراهيم قال الفراعنه برافو عليك، ومرح قالت، وسندس قالت، حد يفكرني كده سريعا من الشباب سر جمال الكنايه ايه؟ يلا، انا عايز الناس اللي موجوده معايا هنا، سر جمال الكناية ايه يا شباب؟ طبعا سر جمال الكناية الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم. يبقى الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم. شفت يا شباب؟ دي حاجة مهمة جدا، حاجة دي بص يا شباب مهمة جدا، سر جمال الكناية وانت مغمض عينك تكون حافظه، الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل، تمام، وخلاص، وعليه في إيجاز وتجسيم. يا فندم هو كده. وسريعا كده عودة إلى الأسئلة يا شباب، طبعا عندي، يود الفتى أن يجمع الأرض كلها إليه ولما يدرم الله صانعه. هنا بيقول لك يود الفتى، الفتى أن يجمع الأرض كلها، إيه ده كناية عن إيه؟ الفتى ويجمع الأرض كلها، حد يقول لي كده؟ طبعا هنا واضحة جدا، تمام، إجابة سريعة يا شباب، طبعا هنا كناية، واحد عايز يجمع الأرض كلها،
عايز ياخد كل الاموال اللي موجوده الارض وما عليها، وانا مغمض عيني. تبقى ايه يا شباب؟ هنا الطمع شباب، صفه يا شباب، يعني المفروض خلاص عارفين تمام، وكده نقدر نفرق بين ده وبين ده. نرجع لسؤال اخر، الخيل، الخيل والليل والبيداء تعرف، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. معروف قوي البيت ده يا شباب، يلا يا شباب حد يعرف كده؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني. ده ايه ده؟ واحد بيقول لك انا بص الخيل والليل عارفني، الخيل والليل عارفني. شكرا يا مرح، الناس كلها جاوبت اهي، ما شاء الله، برافو. يبقى هنا يا شباب كناية عن ايه؟ صف واحد يقول لك انت ما تعرفش انا مين، ده الخيل والليل عارفني، والبيداء الصحراء والسيف والرمح ده والقرطاس الورقه والقلم، ده كله يا ابني عارفني. فده كنايه عن صفه. عندي بعد كده بيقول يا ابنه الضاد انت سر الحسن. وضحت. انا قبل ما اكمل الشطره الثانيه، قبل بقول ابنه الضاد، ابنه الضاد، ايه بنت الضاد دي؟ مين بنت الضاد دي؟ اللغه العربيه. بنت عدنان اللغة العربية، لغة الضاد اللغة العربية. يبقى حضرتك كده وانا مغمض عيني، ابنة الضاد، بنت عدنان، تمام؟ لغة الضاد كلها كناية عن موصوف لأن فزورة، تمام؟ فدي ما فيهاش أي مشكلة، دي كناية عن موصوف. أرجع كده يا شباب سريعا كده، أنا بحاول أجري معاكم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، صاحب الحوت. كناية عن إيه؟ واضحة كده والله يا شباب. يعني شوف وضحت، اقول لك صاحب الحوت، تمام، بنات الاهرام، شوف. تمام، شوف اهو موصوف، وهو طبعا ايه اللي هو يونس، ما شاء الله. يبقى ده كنايه عن موصوف. هنا طبعا اللي هو مين بقى؟ كنايه عن موصوف. تعالى بقى معايا لما اجي اقول لك جرت المباراه فوق المستطيل الاخضر، ايه المقصود بالمستطيل الاخضر؟ يلا يلا يا شباب، يعني انا يعني المستطيل الاخضر ده بنحبه كلنا، يعني كره القدم كل الناس بتحبه، تمام. عندي بعد كده ليه مش هتنفع؟ لان انا بقول صاحب الحوت، تمام، انا ما شبهتش حاجه، بقول صاحب مين هو صاحب الحوت؟ بقول لك زي صاحب الحوت، تمام، اصبر، انا بقول لك اصبر زي صاحب الحوت. فهنا صاحب الحوت ده على طول انا مغمض عيني موصوف، تمام. قال لك الملعب، وكلنا بنحب الملعب، بنحب المستطيل، يقول لك والكره المستديره والمستطيل الاخضر، ماشي يا فندم، فده كنايه عن موصوف يا شباب، وانا على طول كده عرفناه، تمام. نيجي بعد كده بقى لنا سؤال باقي، يمكن سؤال باقي سؤالين اهو يا شباب. عندي شهدت الورقة الخضراء انخفاضا، الورقة الخضراء يا شباب هذا الأسبوع، الورقة الخضراء، إيه هي الورقة الخضراء يا شباب؟ طبعا كلنا عارفين الورقة الخضراء، تمام؟ حد يعرف الورقة الخضراء؟ الناس كلها عرفت أهو الدولار، هي كناية الورقة الخضراء طبعا اللي هو الدولار يا شباب، تمام؟ آخر حاجة يا شباب معانا، قال الله تعالى الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، كناية عن إيه؟ واضحة يا شباب، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، تمام؟ هي طبعًا يلا يا شباب نقول إيه؟ كناية عن إيه؟ آخر واحدة يا شباب، طبعًا هي يا شباب بالمناسبة هي كناية عن موصوف، تمام، كناية عن موصوف. كان معكم دكتور حسام البدري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.